عقدت اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة المعنية ببحث تعديلات قانوني التقاعد اجتماعها الثاني بمقر مجلس النواب، حيث ترأس الجانب الحكومي في الاجتماع معالي الشيخ أحمد بن محمد الخليفة وزير المالية، بينما ضم جانب السلطة التشريعية وفدا نيابيا برئاسة سعادة النائب علي عبد الله العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، بالإضافة لوفد مجلس الشورى برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى. وقد أكد معالي وزير المالية على التوجيهات الملكية السامية بأن بحث تطوير النظام التقاعدي في المملكة يأتي حفاظا على حقوق المواطنين، وأن إصلاح قوانين التقاعد يهدف في المقام الأول إلى تحقيق التوازن والعدالة في الاستفادة من المزايا التأمينية للجميع، مؤكدا حرص الحكومة الموقرة على ديمومة نظام التأمين الاجتماعي وانتفاع الأجيال القادمة به، مما يحقق أهدافها بتوفير الحياة الكريمة لمواطني المملكة كافة. بدوره أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن ضمان العدالة لكافة المشتركين في الصناديق التقاعدية والتأمينية من خلال الإصلاحات المقترحة هو هاجس جميع أعضاء اللجنة، إلى جانب المحافظة على حقوق المشتركين وتجنب ازدواجية انتفاع بعض المشتركين من المزايا على حساب مشتركين آخرين، والعمل على استحداث مزايا تقاعدية يستفيد منها الموظف وتدعم استمرارية الصندوق في آن واحد، مشيرا إلى ما تم تناقشه في اللجنة المشتركة هو تعديلات على القوانين السارية. من جانبه أشار النائب الأول لرئيس مجلس الشورى إلى أن أي توافق على الإصلاحات المقترحة يجب أن يؤول إلى ضمان استدامة الصناديق التقاعدية والتأمينية، وأن يؤمن استقرارها في ظل مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، حيث بات إصلاح قوانين التقاعد ضرورة لدعم قدرات الصناديق على الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين والمستحقين عنهم من خلال تقليل الفجوة بين الاشتراكات المحصلة والمزايا المقدمة.